ذكرى مذبحة صبرا وشتيلا في جنوب لبنان. وفي اليوم 858 من معركة طوفان كانت وقفة يعني ديال أكادير الكبير، وقفة يعني مع إخواننا يعني المضطهدين في فلسطين، اللي كنطلبوا لهم الله سبحانه وتعالى أنه يعجل بالفرج عنهم، يعجل يعني بالنصر المؤزر لهم والفتح المبين، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل الشهداء ديالهم ويداوي الجرحى ديالهم ويشافي المرضى ديالهم ويقاوي المشردين ديالهم وينتقم من الصهاينة الأعداء المجرمين ومن ومن يساندهم يعني من الأمريكان والغرب يعني وجميع الصامتين والساكتين عن نصرتهم ونصرة الحق. نشارك اليوم في الوقفة 37 التي تنظمها المبادرة المغربية لدعم النصرة بأكادير. هذه الوقفة التضامنية التي يعبر فيها المواطنون في أكادير عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة، وهم يعبرون كذلك عن تضامنهم مع المقاومة في كل حيثما كانت في لبنان وفي اليمن وفي كل وفي الضفة الغربية. نحن حاضرون هنا من أجل هذا التعبير التضامني الذي هو في حقيقة الأمر تعبير تضامن أخوي، بحيث أن المقاومة هي جزء منا ونحن جزء منها، والفلسطينيون هم إخواننا وأشقاؤنا، ولذلك فالتعبير هنا التضامني قد لا يصدق هنا بقدر ما يصدق التآزر والتعاون والمواساة. لذلك فما يحصل اليوم في غزة من تدمير وإبادة في حقيقة الأمر يستحق منا أكثر من هذا التضامن، ويستحق كذلك ويتطلب من جميع شعوب العالم الإسلامي بل وشعوب العالم الحر التضامن والوقوف إلى جانب الفلسطينيين في محنتهم. هذه المحنة التي لا شك أننا نتألم جميعا، يعني نتألم بما يجري فيها، ولكننا بحمد الله عز وجل يعني متفائلون من النصر، متفائلون من أمل النصر ومن حتمية النصر إن شاء الله، والله غالب على أمره ولكن المنافقون لا يعلمون. اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم هذا الدعاء وعليك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.